ايوه بصي على اللي جنب كده ويا رب في صفك، انت مش لوحدك، انت مش لوحدك. الحقيقه انا قدامي 5 دقايق وعايز ارنم ترنيمتين، تسمحوا لي اعمل كده؟ ممكن يا ابونا؟ معلش. ايوه الله بيدعمني ويسندني وقت الازمه، بيسندني. كان وارد اتوه في السكه بس بيغير المسار، بيعرف يغير المسار. مش حاجه اطمن، مش حاجه اطمن. الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة بينرفع صوتك. وإن كان واردته في السكة ألاقيه يناديني ويرشدني. مش حاجة أطمن طبعا على إنسان. وإزاي أحزن لو فروني العار؟ يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان؟ نعم يا رب. وإزاي أحزن لو فروني؟ يلا بصوت عالي. وإذا كنتم شايفيني لوحدي أنا مش لوحدي، مش حاجة اطمن طبعا بالدم. والجاي متأمن بالإيمان يتأمن. مش حاجة اطمن طبعا بالطمن. والجاي متأمن طبعا طبعا متأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان؟ وإزاي أحزن لو فروني الأعمى؟